مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. الطفل حامد، إعاقة ثالثة وحلم بترته الحرب. وفي الصحيفة الفرنسية لوفيغارو، جدل متصاعد حول الأسلحة الفرنسية المستخدمة في حرب اليمن. ومن الأخبار المنوعة، داعية سعودي يقدم حلقة عن الخرفان في قناة رسمية. أهلا بكم. بعد أيام من إعلان ميليشيا الحوثي تنفيذ خطة إعادة انتشار في الحديدة من طرف واحد، دعت الأمم المتحدة الحكومة والميليشيا، كما قال موقع بلقيس، لعقد اجتماعات غير مباشرة لتنفيذ ما أسمته بالبنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة. الاتفاق الذي يعد أحد مخرجات اتفاق ستوكهولم سيركز على آليات تحصيل إيرادات محافظة الحديدة وموانئها، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في المحافظة وغيرها. ويرى الخبراء أن عراقيل عديدة لا تزال تنتظر جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل فيما يتعلق بتنفيذ البنود الاقتصادية، خصوصا في ظل استمرار حالة انعدام الثقة بين الحكومة والميليشيا. وهو أمر عبرت عنه الحكومة بوضوح في مطالبها أو مطالبتها بضرورة إنهاء كافة أشكال النفوذ الحوثي على مؤسسة الدولة في الحديدة. يضيف الموقع جهود الأمم المتحدة المكثفة لإيجاد مخارج وحلول لاتفاق الحديدة وتركيزها كليا على الوضع هناك قوبلت بانتقادات حادة من قبل المراقبين، حد وصفها بالمحاولات الساعية لتكريس الحلول الجزئية على حساب القضية ككل. ويرى مراقبون دعوة الأمم المتحدة للحكومة والميليشيا ببدء مشاورات البنود الاقتصادية لاتفاق السويد بمثابة ترحيل لمشكلة الملف الأمني في المدينة وهروب من عجزها في ضمان تنفيذ اتفاق السويد ككل، خصوصا بعد رفض الميليشيا الاستجابة لأهم بنوده القاضية بسحب عناصرها من المدينة. يقول موقع المصدر أونلاين إن الحكومة السعودية أعلنت عن تعرض منشآتها النفطية السعودية لهجمات بطائرات مسيرة ومفخخة. يأتي هذا الإعلام بعد حوالي ساعة من إعلان الحوثيين شن هجمات بسبع طائرات مسيرة طالت منشآت حيوية سعودية. وبحسب الإعلام السعودي، فإن استهدافا محدودا طال محطتي ضخ بترولية تتبعان لأرامكو في منطقة الدوادم وعفيف. وزير الطاقة السعودي أعلن عن استهداف محطتي ضخ خط أنابيب من حقول النفط بالشرقية إلى ينبع، وقال إن الاستهداف تم باستخدام طائرات درون مفخخة، وأدى الاستهداف إلى حريق في المحطة رقم 8 وتمت السيطرة عليه. وحسب المسؤول السعودي، فقد قامت شركة أرامكو بإيقاف الضخ في خط الأنابيب حتى إصلاح المحطة. يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من هجمات طالت أربع ناقلات نفط عملاقة كانت ترسو قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، ناقلتين منهما سعودية. كتب ياسين سعيد نعمان مقالا بعنوان تداعيات إيقاف تحرير الحديدة، نشره في صفحته على فيسبوك، يقول فيه: سيكتشف الجميع أن إيقاف تحرير الحديدة ومنع استعادتها من أيدي الحوثيين كانت عملية خارج المنطق الذي يطالب بإنهاء الحرب، فقد قلبت موازين المعركة والأمن الإقليمي والحل السياسي رأساً على عقب. وسواء كانت محسوبة سلفاً بهذا المحتوى أو أنها فقدت عناصر زخمها في مرحلة معينة، المهم هو أنها كانت نقطة تحول سلبية في المسار نحو استعادة الدولة، وما سيؤدي إليه ذلك من تداعيات على أكثر من صعيد. فالمعركة بهذا التحول فقدت الإيقاع الذي كانت تتحرك به نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام الذي يتطلع إليه اليمنيون، حيث تحول المسار العام للمعركة بصورة بدا معها أن الاندفاع نحو استعادة الدولة فقد قدراً كبيراً من شروطه، وكان لذلك أثره في تمكين الحوثيين ومن خلفهم الإيرانيون من إعادة بناء استراتيجيتهم القتالية واختيار ميادين القتال بدرجة كبيرة من الاطمئنان إلى أن الجبهة التي كانت تستنزفهم وتشكل المصدر الحقيقي لكسرهم قد تجمدت. ما شهده بحر العرب من تفجير للسفن السعودية هي واحدة من تداعيات هذا الوضع الذي نشأ في الحديدة باعتباره مكسباً ذا قيمة جوهرية للمشروع الإيراني.
لابد أن نعترف أننا خسرنا من أيدينا أهم عنصر في معادلة القوة والمواجهة مع المشروع الإيراني في هذه البقعة من ميدان المعركة الواسع. وأخيراً يصبح الحديث عن السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار في اليمن في ظل دولة آمنة وقوية ومستقرة ضرباً من الخيال، في ضوء ما أسفرت عنه المتغيرات التي أحدثها انتزاع الحديدة من معادلة فرض السلام الذي كان يمكن أن تنشأ عنه دولة بهذا المفهوم. فما الذي يا ترى يجعل الحوثيون يقبلون الآن بمثل هذه الدولة وقد كانت متاحة بمخرجات الحوار الوطني، وهم في هذا الوضع الذي جعلهم يتحدثون عن إعادة انتشار من طرف واحد؟ أقصى طموحه حالياً هو اللعب فقط، لكن الحرب بترت أحلامه وواقعه عندما تسببت بإعاقة ثالثة للطفل حامد الفقي، كما يقول موقع المشاهد نت. يبكي وهو يشاهد إخوانه وجيرانه الأطفال في الحي من نافذة المنزل يلعبون في الشارع، فيجد نفسه عاجزاً عن مشاركتهم اللعب كما كان يفعل قبل الحرب. والد الطفل حامد قال إن الحرب تسببت لطفله بإعاقة ثالثة ببتر ساقه اليمنى نتيجة قذيفة سقطت في حي كلابة شرقية مدينة تعز، إلى جانب إعاقته الدائمتين في التكلم والسمع. حامد واحد من ضحايا الحرب من فئة الصم والبكم، كما يقول مهدي سلطان الأمين العام لجمعية الطموح المختصة برعاية هذه الفئة، مؤكداً أن عدد الضحايا في أوساط الصم والبكم وصل إلى 104 أشخاص. يسرد والد حامد بصوت يختلط بالوجع: حامد أصبح أكثر عدوانية، يصرخ بانفعال بوجه كل من يعارضه ويدخل بغيبوبة ومن ثم يسقط على الأرض مغمياً عليه بسبب العصبية التي يعاني منها. عجز والد حامد حتى الآن عن تركيب طرف صناعي له لأسباب مالية، كما يقول مضيفاً: كنت سأسافر بحامد للعلاج في الخارج وتركيب طرف صناعي له، لكن الظروف المادية لم تعد كما كانت من قبل منذ أن غادرت السعودية وفقدت العمل. تواجه الكثير من شركات القطاع الخاص ما توصف بأكبر عملية ابتزاز ونهب ممنهج من قبل ميليشيا الحوثي. يقول الموقع بوست: الأمر الذي يهدد الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، والقطاع الخاص بات يلفظ أنفاسه، بينما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام. ميليشيا الحوثي أغلقت مبنى شركة سبافون للاتصالات بالعاصمة صنعاء وطردت موظفيها بعد تصنيفها ضمن قائمة الخونة والمكونات الاقتصادية الواجب مصادرتها. مصادر في الشركة قالت إن السلطات القضائية الحوثية طردت الموظفين وأغلقت الشركة باستثناء بعض الإدارات الهامة التي تركتها تعمل لكي تستمر خدمة الاتصالات. مطلع فبراير الماضي ضمت جماعة الحوثي مستشفى سي بلاس للتجميل وأطفال الأنابيب ومستشفى الأمومة والطفولة ومستشفى مغربي التابعين لرجل الأعمال الدكتور زيد حسن إلى أملاكها الخاصة، كما فرضت أيضا الجماعة أحد مشرفيها كحارس قضائي في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكبر مستشفى أهلي في اليمن، في خطوة تهدف للاستيلاء على جزء كبير من عمليات المستشفى وإرادته. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر قال إن فكرة الحارس القضائي تأتي في سياق الإجراءات الحوثية للسيطرة والاستحواذ على كثير من القطاع الخاص في اليمن، وهي عملية نهب منظمة ليس أكثر. يقول أسامة الرشيدي في صحيفة العربية الجديد: عندما ترشح إيمانويل ماكرون للانتخابات الرئاسية في فرنسا أعجب به كثيرون لحداثة سنه وحيويته والسياسات الجديدة التي أعلن عنها في برنامجه الانتخابي، ولكن بعد فوزه لم يختلف ماكرون كثيرا عن سابقيه، خصوصا في سياساته تجاه الوطن العربي وقضايا العلم الإسلامي. ويضيف في مقاله: خرج ماكرون قبل أيام قليلة ليهاجم ما سماه الإسلام السياسي، زاعماً أن هذا الإسلام يريد تقسيم فرنسا ويمثل تهديداً للجمهورية الفرنسية ويسعى إلى الانعزال عنها. وتعهد ماكرون بالتصدي له، والتصريح غريب جداً لأنه لا يوجد في فرنسا إسلام سياسي من الأساس ولا أي حزب أو جماعة مسلمة بارزة، حتى يخشى ماكرون على بلاده منها، خصوصاً أنه أدلى بهذه التصريحات في أثناء رده على مطالب محتجي السترات الصفراء الذين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالإسلام السياسي.
فماكرون بدا في هذا التصريح وكأنه رئيس أو زعيم دولة عربية ممن يعتبرون الإسلاميين الشيطان الأكبر، ولكن يبدو أن هذا التصريح مدفوع الثمن من هذه الدول العربية. ويزول هذا العجب عندما نرى تغطية قناة سكاي نيوز عربية لتصريحات ماكرون، عندما ربطت بين تصريحاته تلك وما سمته الدعم القطري للمنظمات الإسلامية في أوروبا، وصفة تلك المنظمات بأنها متطرفة، وهو وصف ينسجم تماماً مع سرديات اليمين المتطرف المعادي للإسلام نفسه. كما أظهر ماكرون تشدداً في ملف الهجرة، مؤكداً بذلك الجهود للسيطرة على الحدود في وجه المهاجرين، وهي تصريحات تتطابق مع مقولات اليمين المتطرف. وأخيراً، تمثل قمة جبل الانحطاط الفرنسي الماكروني في الإدانة الشديدة التي أعلنها ماكرون لإطلاق الصواريخ من غزة خلال التصعيد أخيراً مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على حق إسرائيل في الأمن حسب تعبيره. والمضحك أن ماكرون كان قد استقبل الصحفي التركي جان دوندار الذي سرب معلومات سرية خاصة بالاستخبارات التركية، وقام بتكريمه وظهر معه في صورة سعيداً باستقباله، لكنه فتح أخيراً تحقيقاً مع ثلاثة صحفيين فرنسيين فجروا فضيحة كبرى ومحرجة للسياسة الفرنسية، بعدما سربوا وثيقة سرية كشفت عن استخدام الإمارات والسعودية أسلحة فرنسية في حرب اليمن، والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين قصفاً وجوعاً ومرضاً. كما كشفت الوثيقة أن البواخر الحربية الفرنسية شاركت في حصار اليمن الذي أدى إلى المجاعة التي عانى منها ملايين اليمنيين. لم تخفت قضية الأسلحة الفرنسية المباعة للسعودية في فرنسا أو تبهت، ما تزال حتى اليوم موضع جدل واتهامات متبادلة. تذكر الصحيفة الفرنسية لوفيغارو أن كل شيء بدأ حين تسربت إلى الصحافة مذكرة مصنفة كدفاع سري للاستخبارات العسكرية التي كشفت النقاب عن أن الأسلحة الفرنسية تدعم التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي أنشئ لإنهاء التمرد في اليمن. منذ ذلك الحين واليسار المعارض يعارض بشدة الأسلحة الفرنسية المباعة للسعودية. في الأسبوع الماضي غادر الاشتراكيون والشيوعيون قاعة المجلس الوطني بعد رد وزيرة الدولة للجيوش على أنه لا يوجد دليل على استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين. وزيرة الجيوش قالت أيضاً إن الصحفيين الذين حصلوا على الوثائق السرية ينتهكون جميع قواعد وقوانين البلد، وتم استدعاؤهم من قبل أجهزة المخابرات الفرنسية للتحقيق معهم. الاشتراكي السابق بينوا هامون وكرد فعل قال إن القنابل الفرنسية ربما تقتل الأطفال في اليمن، ومسؤولية الديمقراطيين هي الوقوف مع أولئك الذين يريدون تسليط الضوء عليها وليس مع الذين يريدون إخفاء ما لا يعقل. أراد بينوا هامو رئيس القائمة المرشحة لحركة الجيل سين إظهار العلاقة بين بيع الأسلحة في اليمن ونفاق بعض اليسار، وقد أشار على وجه الخصوص إلى أن النائب الأوروبي إدوارد مارتن الذي انضم إلى حركته كان قد اقترح وضع عائق أخلاقي أمام مبيعات الأسلحة في البرلمان الأوروبي. وفي موقع العربية الجديد كتبت سما حسن مقالاً عنونته بأصوات رمضان، قالت في جزء منه: نصاب في شهر رمضان بشعور النوستالجيا الذي لا يعني أننا مرضى بالطبع، ولكنه يعني أننا ما زلنا نحمل روحاً صافية لم تلوث وقلباً نابضاً لم يتحول إلى آلة، ونتحدث فيما بيننا وبين أنفسنا عن الماضي الجميل. شهراً يمر سريعاً ولكنه ليس مثل باقي الشهور، ولا نستطيع أن نجعله كذلك إلا حين يصبح عبئاً لا تخفيفاً، وحين يتحول عادة لا عبادة، وحين يغدو مظهراً لا جوهراً، وحين لا نرى فيه سوى تغيير الطقوس والإسراف والتفكير في موائد الطعام. لشهر رمضان شخصية كاسحة لا نستطيع أن نقاومها، فصوت حركات أمي في مطبخها الصغير لا يبارحني ويطرق على أذني بحنين جارف حين كانت تصحو في جوف الليل الأخير وتبدأ بدق حبات الفول المسلوقة في وعاء من الألمنيوم، ومستخدمة أداة للدق مصنوعة من الخشب المدقة. ولنا أن نتخيل أي إيقاع ساحر يصل إلى أذنيك الصغيرتين وأنت تحت الفراش مرهفاً لصوت الحياة في بيتك، حين يمتزج صوت معدنين مختلفين
استطاعت أمك أن توثق علاقتهما ببعضهما بعضاً. ها أنا قد وضعت صوت حركات أمي على قائمة الأصوات التي تشكل شخصية رمضان. يليها صوت أبي وهو يتلو القرآن في زاوية ويردد أدعية الوضوء قبلها في حوض بعيد عن الحمام وقريب من باب غرفة نومي، فأحفظ هذه الأدعية بصوته وتترسب في ثنايا عقلي وذاكرتي وأستعيدها بسرعة، وأحبها لأني أحب صوت أبي حين كان يرددها، وصوت المسحرات الذي يأتي قبل موعد السحور بوقت طويل، وحين كان يأتي صوته كانت تتملكني رغبة عارمة بأن أنطلق خلفه وأجوب الشوارع المظلمة. إن قتلتك النستولوجيا في هذا الشهر وصرت أسيرة لذكريات مضت، فاحتفظ بذلك لنفسك ولا تخبر أحدا، فبعض الحنين غباء في نظر بعضهم وبعض الحنين بقايا إنسانية إن صدقنا الوطن. في شهر رمضان المبارك تكثر البرامج الدينية التي تضيف لهذا الشهر روحانية، لكن وكما ذكر موقع عربي 21 فالقارئ السعودي عادل الكلباني فاجأ الجميع بتقديمه حلقة عن الخرفان في برنامجه الذي يعرض على قناة SBC السعودية الرسمية، وتحدث الكلباني عن أنواع الخرفان قائلا: حديثنا اليوم عن أنواع الخرفان، وهو ذلك الحيوان اللطيف الجميل وله تعريفات عند المجتمع، أولها الخروف له قرنان وأربعة أرجل. وتابع: هذا الخروف هو الخروف الحيوان ابن الخروف الكبير، يكون لذيذا في الطبخ خاصة فيما يسمى بالمندي، فالخروف الذي يوضع بالحفرة ثم ينضج يكون لحمه طريا مقرمشا، فهو ألذ أنواع الأطعمة. أثار حديث الكلباني سخرية واسعة في مواقع التواصل، إذ قال ناشطون إن القارئ والداعية السعودي وصل إلى مرحلة من الإسفاف لم يصلها من قبل. وأوضح ناشطون أن الكلباني يواصل تمييع الأمور أو أمور الدين تماشيا مع التغيرات التي أحدثها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضافوا أن الكلباني ومنذ اعتقال الدعاء في سبتمبر الماضي لجأ إلى حماية نفسه عبر التحدث في المواضيع المسفة والمديح والثناء المستمر على ابن سلمان وسياساته. موقع عربي بوست يقول: لقطة طريفة أظهرتها الصور بينما كان حاكم ولاية لويزيانا بيلي نونجيسر يتباهى بجواربه التي تحمل رسمة لوجه وشعر الرئيس الأمريكي، وترامب يشير إليها بينما كان المصورون يلتقطون له الصور. واستقبل حاكم ولاية لويزيانا بيلي ترامب عند بحيرة تشارلز وهو يتباهى بجواربه التي يظهر عليها ترامب بشعره الأشقر المتطاير. حاكم ولاية لويزيانا ينتمي للحزب الجمهوري والمؤيد للرئيس الأمريكي، وارتداؤه للجوارب أو جوارب ترامب كان لتحية الرئيس خلال زيارته إلى الولاية. الصورة واللحظات التي رافقتها أثارت جدلاً، فبينما رحبت بعض وسائل الإعلام المؤيدة لترامب بالمشهد، تناولت وسائل إعلامية أخرى الموضوع بقدر كبير من السخرية. فيسبوك يصبح مقبرة رقمية هائلة وهدية للمستقبل، هذا ما اختاره علاء الدين أبو زينة للمقال الذي ترجمه للعربية عن الكاتب في صحيفة واشنطن بوست ريبورت جيبيل هوف، وأعيد نشره في موقع الغد الأردني. جاء فيه: قبل نحو 30,000 عام قبل اختراع الكتابة، كانت هناك طريقة واحدة يستطيع بها الناس ترك سجل خلفهم لأجيال المستقبل. كانوا يضعون أيديهم على جدار كهف ويقومون بنثر الأصابع عليها، تاركين خلفهم طبعة يد، وكانت تلك استراتيجية ناجحة. ما تزال الكثير من تلك العلامات الآسرة موجودة حتى اليوم، لكن البشر بعد 30,000 عام في المستقبل ستكون لديهم بالتأكيد معلومات أكثر ليتصفحوها عنا. لقد أصبحنا بارعين بشكل مدهش في تسجيل تفاصيل حيواتنا، ولعل الأهم من هذا كله هو أن طالباً جامعياً يدعى مارك طور من غير قصد أفضل أداة تم تطويرها على الإطلاق لنقل تاريخنا الشخصي للأجيال المقبلة، فيسبوك. خلال ما يزيد قليلاً على عقد من الزمن، أسهم مستخدمو فيسبوك في إيداع هائل للمعلومات
التي توثق كلا من ردود أفعالنا على الأحداث وعاداتنا المتغيرة بنطاق وسرعة لم يكن يمكن للمؤرخين السابقين أن يحلموا بها. اليوم توفر حسابات الأشباح هذه مكانا رقميا للحداد والذاكرة، لكنها يمكن أن تكون في المستقبل نعمة للبشرية. يمكن أن تكون هذه الصفحات ذات قيمة لا تقدر بثمن للمؤرخين والباحثين الاجتماعيين الذين سيكونون قادرين على النظر إلى الوراء. للأجيال المقبلة سوف يحفظ فيسبوك صوراً لحياتنا والتي تتسم بدرجة من الوضوح والدقة أكبر من أي سجل موجود للأنساب، وسوف يوفر هذا لأحفادنا فهماً شاملاً للتاريخ وبالتالي لأنفسهم، وهكذا يشكل فيسبوك تراثنا الثقافي الرقمي. لأول مرة أصبح لدى البشر القدرة على أن يتركوا وراءهم تواريخ أكثر شخصية بكثير من أي جيل آخر قبلهم. لم يعد يتعين علينا الاعتماد على تذكر ذريتنا لنا حتى تبقى ذاكرتنا حية. هذه هي فرصتنا لترك ما هو أكثر بكثير من مجرد طبعات الأيادي على الجدران الرقمية للتاريخ. صحيفة ديلي تيليغراف نشرت مجموعة من صور متنوعة التقطتها عدسات مصوريها من حول العالم، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذه الحلقة، نتابع. الريشة أيضاً تستطيع أن تنافس بين الزحام لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة، نتابع. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.